ابدا. فيها رجل على ثوبين كانوا الناس الاولين يخلي الثوب الجديد تحت والثاني اللي يتحمل مثلا التعب والمشي ويخليه فوق. هذه كانت قطعت الحمد لله رزق رب العالمين انتشر. يقول شايب وله عيال قال أراد الله قال هذا الشايب عليه ثوبين واحد جديد واحد وقاية فوق منه يوم يجلس عليه ويوم يمشي. قال أراد الله قالوا مرض هذا الشايب قالوا مرض حتى أنه صار بغيبوبة. قال يوم صار بغيبوبة قام الرجال هذه أنت الشايب يخطي ويصيب وعياله عنده. قالوا قام يرد الرجال يقول يا ليتني أعطيتها الجديد يا ليتني أعطيتها الجديد هذه جبتها أنا مرة يا ليتني أعطيتها الجديد. المهم الرجال الشايب فاق ورد الله له عقله قد يكون أنها استراحات موت والله أعلم. المهم قالوا يرحمك الله يا يبه أنت تقول يا ليتني أعطيتها الجديد وما أدري وش الجديد. قال يا عيالي صح طلع قدامي فقير ولا كان ما عليه شيء وكان عليه ثوبين وفسخت له الثوب اللي فوق اللي تعبان شوي وعطيته إياه وحال حين شفته قدامي ثوبي ولو أني عطيتها الجديد سنة اليوم أنا مع الفائزين الأولين لكن راحت علي الشكوى لله. فالإنسان ما يحقر من المعروف شيء كثير وقليل هذا ما نقول. جزاك الله خير.